الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت وزارة التجارة الحالية إن إنتاج القمح في العراق يتراجع بشكل كبير بسبب التصحر، حيث يشكل تغير المناخ تحديات حقيقية للمزارعين. وأضافت الوزارة أن الأرقام تشير إلى أن الغلات المحلية انخفضت من 5 ملايين طن متري في عام 2020 إلى 3 ملايين و370 ألف طن متري في عام 2021. وبحلول عام 2022 انخفضت الغلة بأكثر من النصف مرة أخرى إلى 1,340,000 طن متري. أكدت اللجنة المالية البرلمانية عدم إمكانية تمرير مشروع قانون الموازنة على غرار تمويل أو على غرار تمرير قانون الأمن الغذائي. وقال عضو اللجنة جمال كوشر إن مشروع قانون الموازنة يجب أن يرسل من قبل الحكومة حتى يشرعه البرلمان، والحكومة الحالية لا تملك صلاحيات إرسال القانون، ولهذا تمرير الموازنة متوقف على تشكيل الحكومة الجديدة، مبينا أنه لا يمكن تمرير الموازنة على غرار تمرير قانون الأمن الغذائي. قال المستشار المالي الكاظمي مظهر محمد صالح إن عدم إقرار الموازنة يعد أمرا خطيرا في ظل استمرار عمليات الصرف للنفقات العامة للعام المقبل. وأضاف صالح أن تعطل إقرار الموازنة معناه عدم إمكانية تدشين مشاريع جديدة أو طرح تعيينات جديدة، وبالنتيجة تعطل البرنامج الحكومي وتراجع في التنمية الاقتصادية بشكل عام. وأوضح صالح أن الدورة الاقتصادية تعتمد على المصادر الحكومية، وبالتالي توقف الإنفاق الحكومي وهو ما يعد انتحارا ماليا بحسب وصفه. أفاد مصدر حكومي في محافظة السليمانية بتوزيع رواتب المتقاعدين في عدة منافذ خلال 6 أيام وضمن برنامج إلكتروني. وقال المصدر إن 86,000 متقاعد في محافظة السليمانية سيتقاضون رواتبهم إضافة للمتقاعدين العسكريين، وستكون رواتب جميع المتقاعدين إلكترونيا، ويمكن لأي موظف يتقاضى راتبه في أي مكان. وسبق أن شهدت سليمانية تسجيل عدة وفيات بصفوف المتقاعدين الذين ينتظرون في طوابير لساعات طويلة للحصول على رواتبهم التقاعدية. حذر البنك المركزي في العراق من المكاتب الوهمية التي تدعي منح السلف والقروض للمواطنين. وذكر البنك أنه يحذر المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخصة من قبل البنك، والتي تدعي منح سلف أو قروض أو أي تسهيلات ائتمانية أخرى، مشيرا إلى أن ظاهرة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لمكاتب وشركات غير مرخصة تروج لمنح تسهيلات ائتمانية تخالف القانون وتعليمات البنك. أما الآن فإلى معرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز، إلى اللقاء.